مع دخول الحرب في غزة شهرها الثاني، تتواصل الدعوات والمناشدات لوقف إطلاق النار أو حتى لهدنة إنسانية، آخرها دعوة روسية لتحرك جماعي بهدف إنهاء الحرب. على وقع تصعيد غير مسبوق للعنف في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تتكثف الدعوات لتحرك جماعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي. موسكو التي أغضبت إسرائيل قبل أيام بسبب استقبالها وفداً من حركة حماس، أبدت رغبة في لعب دور الوسيط، قائلة إنها تدعم نهجاً متعدد الأطراف لوقف الحرب، ومنددة بما سمتها عمليات احتكار الوساطة التي أدت إلى التصعيد الحالي بحسب الخارجية الروسية. روسيا قالت أيضاً إن القوى العالمية يجب أن تسعى لردع الاستيطان في الضفة الغربية ووقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس، كما حذرت من عدم التوصل إلى وقف سريع للحرب في غزة. الأولوية اليوم هي الوقف السريع للأعمال القتالية في غزة، إذا لم يتم ذلك فسنواجه مخاطر التطرف وزيادة النشاط الإرهابي وخطر توسع الصراع جغرافياً.